أنا أعتقد ذلك العالم حاليا في لحظة إسرائيلية يواكبها، يعني لا يردع هذا الكلام الصادر عن عواصم كبرى مثل واشنطن وباريس، وحتى الصادر عن موسكو منذ قليل الخبر الذي يقول أن موسكو قلقة، سيرجي لافروف قلق من عمليات الاغتيال. وطبعا الصين كان لها موقف يطالب بعدم انتهاك سيادة لبنان، وبالتالي كل هذه المواقف هي مواكبة وليست مواجهة للحظة الإسرائيلية ضد لبنان. هناك ما هو واضح عند الإسرائيليين وعند رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الحديث عن هدف تأمين سكان الشمال للعودة، وهذا الهدف لا يمكن أن يتحقق لا عبر القصف الحالي ولا عبر الدخول البري، لأن كل ذلك بإمكانه أن ينتهي بعد دقيقة من إعلان وقف إطلاق النار. فيفترض أن يكون هناك جهد دولي، دعيني أقول أمني وعسكري، إضافة إلى الجهد الدبلوماسي نعم. لتأمين هذه الحرب عبر وجود دولي متعدد الجنسيات، ربما في جنوب لبنان، وربما أيضا وهذا أمر مهم جدا أن يكون هناك جهد دولي لإعادة تقوية الدولة اللبنانية، لأنه بدون هذه التقوية فإن الأمور ستعود إلى سابق عهدها، إلى 6 أكتوبر، وليس إلى ما يمكن أن يخلص لبنان ويخلص المنطقة من هذه الحروب. جهد دولي من يمكن أن يكون ويلزم الطرفين في المرحلة المقبلة بتنفيذ القرار 1701 دكتور محمد؟ يعني أولا هناك مجموعة من الدول المتبرعة بإنهاء هذه الحرب، كان هناك مبادرة فرنسية أمريكية، وهذه المبادرة هي مبادرة دبلوماسية وغير منطقية، يعني لا يمكن إقناع الطرف الإسرائيلي بأنه مجرد وقف إطلاق النار والعودة إلى 1701 بإمكانه أن يكون ضامنا ل يعني مسألة سكان الشمال، بغض النظر أنه هذه أعذار إسرائيلية ممكن أن تكون مصطنعة، لكن على الأقل يجب الأخذ بالاعتبار بالواقع. ثانيا أن القرار 1701 تم اتخاذه عام 2006، لكنه لم ينفذ لأنه لم يكن هناك آلية حقيقية لا لبنانية ولا دولية لتنفيذه، وكان بإمكان لحزب الله أن ينشر قواته بدون أي رادع بسبب هذا الغطاء السياسي الحكومي الرسمي اللبناني. فإذا كان حزب الله سيبقى حزبا لبنانيا متسلحا يحظى برضا حكومي ويحظى بغطاء برلماني، فذلك لن يتغير إذا لم هذا كان يتغير سؤالي شيء على التالي المستوى. دكتور محمد، أنه هل سيرضى حزب الله لنسميه الجديد بقيادته الجديدة، هل سيرضى بإعادة إسرائيل سكان الشمال وبالتالي تنفيذ القرار 1701، أم سيرضخ سيقبل أم سيرضخ؟ هذا السؤال الكبير، لأنه يعني منذ 8 أكتوبر وحزب الله مكلف من قبل إيران بمهمة معينة من خلال الجنوب لبنان أسموها مهمة الإسناد والإشغال، يعني إيران أرادت أن تكون هذه الجبهة مشتعلة لكي تمسك بمفاتيح إطفائها أو إشعالها وفق الأجندات الإيرانية. هل تغيرت الأجندات الإيرانية وهل بإمكان إيران أن تقرر أيضا حتى إشعار آخر لحزب الله أن يواصل هذه الحرب وحتى بإيقاعات أخف، أم أن حزب الله سيذهب إلى قرار دعيني أقول موجع جدا بوقف إطلاق النار وبالتالي الاتساق مع الرغبة الداخلية اللبنانية والرغبة الإقليمية العربية والدولية؟ حتى الآن ليس هناك مؤشرات من إيران في هذا الصدد، وحتى الآن نحن في حالة حرب في لبنان، نعم. لا يصدر عن حزب الله ما يؤشر إلى ذلك. لكن بحسب اطلاعك، هل تعتقد أن إيران ستكون مع خيارات التهدئة أم التصعيد؟ وبالتالي إن لجأت نحو التصعيد ربما ستكون الهدف المقبل لإسرائيل دكتور محمد. كل ما يصدر عن إيران حاليا يشير أن إيران لن تتدخل في هذه الحرب، وأنه في الساعات الأخيرة تم تحريك بعض الصواريخ عن طريق الحوثيين وعن طريق فصائل عراقية، وكل ذلك يعني أن إيران لا تريد أن تتدخل. حتى على مستوى التصريحات التي صدرت على مستويات وزارية وبرلمانية، وآخرها كان تصريح لوزير الاستخبارات الإيراني الذي يقول أن الانتقام لنصر الله سيكون عبر قيام المحور وليس إيران بتحرير القدس وتحرير فلسطين، كل ذلك يعني أن إيران لن تتدخل. لكن إيران حتى إشعار آخر
مستفيدة من تحريك الجبهات نعم ومستفيدة من وجود حزب الله في لبنان حتى تصل إلى هذه التسوية مع الولايات المتحدة. سأعود إلى هذه النقاط مع حضرتك بعد قليل دكتور، فقط اسمح لي الانتقال إلى هذا الخبر، حيث أكد الجيش الإسرائيلي اليوم اغتيال نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله نبيل قاووق، وفي ضربة جوية وصفها الجيش الإسرائيلي بالدقيقة استهدف قاووق في منطقة الشياح في ضاحية بيروت الجنوبية، ويعد قاووق من القادة البارزين في تراتبية حزب الله. أعود إلى دكتور محمد. دكتور محمد، نقاط عدة سأقف عندها ذكرتها حضرتك قبل قليل، أن إيران لن تتدخل فيما يجري الآن بين إسرائيل وحزب الله، ألا يزرع ذلك عدم ثقة في المرحلة المقبلة بين أذرع إيران في المنطقة وطهران، وكيف سيؤثر ذلك على المنطقة برمتها؟ هذه الأذرع ليست كيانات مستقلة، هي يعني تابعة بشكل كامل وتخضع لإمرة الإيرانيين، وبالتالي هم ليس لديهم أن يثقوا أو لا يثقوا أو يغضبوا. أنا أقصد وقت الحاجة، يعني وقت حاجة الدعم الإيراني لمثلا حزب الله ذراع إيران، لم تقدم شيء إيران، كأنما تخلت عن حزب الله، وهذا ما تشير إليه بعض التحليلات أيضا دكتور محمد. هو يعني هناك دائما في مغالطة في فهم هذا الأمر، لأنه إيران ليس في عقدها مع هذه الأذرع أن تحمي هذه الأذرع، الأذرع هذه تزودها بالمال والسلاح والدعم اللوجستي والدبلوماسي والسياسي والعقائدي لكي تحمي النظام الإيراني، وليس لكي يقوم النظام الإيراني بحماية هذه الأذرع. لم يكن هناك أي وعد من أي مسؤول في إيران بأن إيران ستتدخل للدفاع عن فصيل في سوريا أو العراق أو حتى اليمن أو حتى حزب الله في لبنان، فبالتالي الأمر يعني خارج هذه الحسابات. شكرا جزيلا من لندن، الكاتب والباحث السياسي الدكتور محمد القواص.